صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين. يوم جميل باذن الله، في شمس حلوه، في شويه هواء، في سنه يعني لسعه بروده جميله كده، لكن يعني ان شاء الله مبشر ان هيبقى يوم ان شاء الله جميل. الى ان سمعنا ان كان هيبقى فيه شويه تراب كده في الفتره دي، بس ربنا يسهل ان شاء الله ويعدوا على خير سريعه سريعه. طيب النهارده زي ما احنا متعودين عندنا فقرتين حلوين هنتكلم عليهم، لكن زي ما احنا متعودين خلينا نبتدي على طول باخبارنا. الخبر الاولاني بيقول الانتهاء من اعمال المتحف المفتوح بمعبد دندره في محافظه قنا. وزاره الاثار تعلن الانتهاء من اعمال المتحف المفتوح بمعبد دندره في محافظه قنا وتحويله الى متحف مفتوح، وذلك في اطار خطه الوزاره لتطوير مختلف المواقع الاثريه في جميع انحاء الجمهوريه. مطلوب جدا في الفتره دي ان احنا نركز على اثارنا، لان في دول صغيره او مدن صغيره يبقى عندها متحف صغير جدا بتعمله ماركتنج وحاجات ما تجيش واحد على مليار من اللي عندنا. خلينا نرجع تاني. المشروع ده تم التعاون مع البعثه الاثريه الفرنسيه العامله بمنطقه اثار دندره، وتضمن وضع عدد 10 مصاطب وبلوكات حجريه تستخدم كقواعد لعرض القطع الاثريه عليها، التي تضم 145 قطعه بيرجع معظمها الى العصر اليوناني والروماني وبعضها الى الدوله القديمه والدوله الحديثه. المرحله الاولى للعرض كانت تضم تماثيل الاله بس وحتحور ونخبت وواجت اللي صوره على هيئه صقر ولوحة جدارية منقوشة. المرحلة الثانية بقى بتضم عرض تابوت ضخم مصنوع من الجرانيت الوردي يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، وعليه زخارف رومانية وزهرة اللوتس وعقود الورود، وناوس نقش عليه خرطوش الملك تحتمس الثالث، وتلك القطعة تتراوح أوزانها ما بين الطن والنص طن وبتصل إلى طنين كمان، كما تتضمن حجر الرحايا. هي حاجات مهمة جدا ان احنا نركز قوي قوي على اثارنا وعلى الحاجات اللي هي بتنشط السياحة بشكل عام. عندنا حاجات كثيرة جدا ممكن نتكلم فيها. وانا بس ناخد خبر التاني المهم جدا. التضامن تتعامل مع 7882 مشردا وطفلا بلا مأوى. تفاصيل الخبر بتقول تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثا عن هؤلاء المواطنين. وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأول حالة 7882 حالة مشرد وطفل بلا مأوى. فقد تم التعامل مع 84 حالة مشرد و81 طفل بلا مأوى بإجمالي 165 حالة على مستوى محافظات الجمهورية. وما زالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل مع 78 حالة منها 48 حالة مشرد و30 طفل بلا مأوى. يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 35 حالة منهم 19 مشرد و16 طفل بلا مأوى. تتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 2 بطانية و26 وجبة ساخنة عليهم. ما زال الفريق يتلقى البلاغات عن الحالات والمواطنين والأطفال بلا مأوى على الرقم الساخن 16439. نقول الرقم تاني 16439، وفي رقم تاني 16528 16528، او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواصل التواصل الاجتماعي، المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي. دي مهمة جدا، يعني السوشيال ميديا بقت مهمة جدا يا جماعة الفترة اللي فاتت، بتأدي دورها الايجابي. سيبنا بقى من السلبيات والحاجات المقرفة دي وخلينا نتكلم في الايجابيات. في دور ايجابي للسوشيال ميديا، ممكن تنشر حاجات جميلة لبلدك، وممكن تبلغ عن حاجة ممكن تساعد ان انت طفل بلا مأوى او حد احد المواطنين بلا مأوى، فده بيساعد ان هو يوصل للمسؤولين. خلونا نتكلم كمان على فقراتنا النهاردة. عندنا فقرتين، فقرة فيهم هنتكلم فيها على المحميات الطبيعية. هل حضرتك خدت ولادك في يوم من الايام ورحت محمية طبيعية اتفرجت عليها؟ في محميات طبيعية جميلة جدا جدا في بلدنا، اشهرهم يمكن محمية رأس محمد في شرم الشيخ او جبل علبة في البحر الاحمر، او الغابة هنا، الغابة المتحجرة قريبة مننا هنا في محافظة القاهرة. خلينا نبتدي بالغابة المتحجرة لو المكان التاني بعيد عننا، ناخد ولادنا ونفرجهم ونعلمهم يعني ايه محمية طبيعية، وليه اسمها محمية طبيعية، وليه الناس معموله يعني عامله الحته دي بالذات عشان خاطر الناس تحافظ عليها، عشان خاطر البيئه والاجيال القادمه، ولان الحته دي بجد فيها حاجات مش موجوده في حته تانية خالص. ف
عندنا كلام كتير هيتكلم معاه مع ضيفنا الكريم عن المحميات الطبيعية كثروة صحية في مصر، دكتور جمال مدني رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة سابقا وأستاذ قسم الحياة البرية جامعة قناة السويس. هركز كمان قوي بما ان بقى هنتكلم على الحياه البريه، عندنا في طيور في موسم هجره الطيور سواء رايحه اوروبا من افريقيا او جايه من افريقيا لاوروبا او طالعه على امريكا من عن خلال اوروبا فبتعدي على مصر. احنا موقعنا الاستراتيجي، موقعنا الجغرافي بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بيجذب حتى الطيور، فلازم يعدوا من علينا، مش الطيور بس ده في حيوانات تانية كتير. فبما اننا بنتكلم على استاذ قسم الحياه البريه جامعه قناه السويس عن الحياه البريه كمان لازم نتكلم على الحاجات دي، فرصه وجات لي بصراحه. طيب الفقره الثانيه هنتكلم على توزيع التابلت على طلاب اولى ثانوي وتدريبهم عليه. الحقيقه احنا لامسين جهد جبار في تطوير التعليم ومناهج التعليم في مصر، وده المهم جدا، احنا بنستثمر في اولادنا، مهم جدا نبتدي من تحت من اولادنا الصغيرين لغايه لما يبقوا في الجامعه باذن الله ويخشوا سوق العمل ويفيدوا نفسهم وعيلتهم ومنطقتهم ووطنهم. التابلت فكره جديده، فكره عبقريه، ازاي بنوصلها لاولادنا، ازاي يحافظوا عليه، ازاي نوعيهم ان التابلت ده بقى بتاعك خلي بالك منه، تتدرب عليه ازاي، تشتغل عليه ازاي، بدل ما تشيل شنطه وظهرك يتكسر من وانت صغير وتطلع على السلم وانت مش قادر، اللي ساكن في ادوار عليا ما عندوش اسانسير مثلا او كده، او حتى في الدور الاول بس طفل صغير شايل شنطه على ظهره تقيله الواجبات بتبقى كتيره والحاجات دي كلها، فبتخلي الطفل يعني منهك ومش قادر ان هو يذاكر ولا يقعد في بيتهم، خلاص تعب مش قادر يعمل حاجه، راجع طول النهار في المدرسه وراجع تعبان، طب هيعمل ايه؟ هيستوعب ازاي الدروس؟ فاعتقد ان التابلت ده فكره عبقريه هتشيل حاجات كتير وهتفهم حاجات كتير وتديك فرصه كدارس انك تخش على المواقع كلها وتشوف وتعمل بحوث علميه، البحث العلمي مهم جدا، مش نحفظ ونحط الكلمتين وننجح وننساهم. لا لازم نشغل ده ولازم ندور ولازم نبحث ولازم عشان المعلومه تفضل معايا عشان اقدر ان انا اتوسع في جميع المجالات. ضيفنا الكريم استاذ عادل عطيه مدير التعليم العام والتوجيه الفني بالقليوبيه هيكلمنا عن هذا الموضوع. دي فقراتنا النهارده، اتعشى منها تعجبكم، خلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام ونرجع نبتدي على طول باول فقره عن المحميات الطبيعيه. يلا بينا. حد اتنين تلات اربع خميس كل احياء البلد احياء مدارس سبت حد اتنين تلات اربع خميس بيت حلاوة مش طبع بالتلاميذ